انا انسحبت، عبرت على لا ما سحبتش الترشيح ديالي، بالعكس انا انسحبت من العمليه لانها عمليه باطله. ما يمكنش لا ما يمكنش نسحب بها، خصني نتعلم فهمتي. انا حيت غنمشي للقضاء وبالتالي ما خصنيش نسحب. انا حتى الصوت ما صوت ما صوتش على يعني على راسي، وكاع الاخوان اللي كانوا معنا فهمتي تعرضوا للعنف. عرفت من العاشره ديال الصباح حتى لدابا الناس كتعرض للعنف والارهاب الحقيقي صراحه. حنا للاسف الشديد السلطه باش انها تحرص، باش هي تحرص على تطبيق مقرر قضائي، والا حنا دابا حنا قدام واحد المعضله اللي يعني ماشي من نوليو نحتقروا واحد المقرر. شكون هذا المغربي غيقول لك التجأ للقضاء؟ لكن صدرنا حكم قضائي باسم صاحب الجلاله، وكنجيو هنا باش نسهروا على العمليه باش دوش جو، واللي فرزاتها صندوق الاقتراع ما عندش مشكل. الهدف ديالنا من الممارسه الديمقراطيه هو اننا نفرزوا واحد الرئيس اللي يكون عليه اجماع، والدليل على الكلام ديالي هو ان ما استطاعش يوم الاثنين انه يدير الاغلبيه ديالو. يعني كيقول هو عنده 95 عنده هذه الهضره، ولكن لا شفنا يوم الاثنين ما دارش النصاب يعني خاص فهمتي. وبالتالي انا كنت اسف صراحه. لا هو شوف هو كان اجماع عليه في الاوراق، اما عند الاعضاء حيث العضو يعني عنده الحق يعبر عن الراي ديالو، يختار الرئيس اللي كيشوف فيه هو اللي غيقدر يسير هذه المؤسسه اللي هي دستوريه. للاسف الشديد ما المساله كان بان لي ما واش نقول لك. واحد كيجرك من هنا، انا كنتنا كنحرصوا قدام السلطه ان ما تتمش العمليه بالاقتراع العلني. قال لك سير القضاء، قلنا له هذا الشيء راه وقع سابقا، راه مشينا للقضاء وصدر واحد الحكم قضائي اللي حنا دابا ملزمين باش يعني نطبقوه، لكن ما كان عندهم راي اخر.